بوقتها لليوم رح نفوت على موضوع التويتر، موضوع الشغل الشاغل. صار يقولوا الفيسبوك موضة قديمة ودقة قديمة، وهلأ اللي دارج والماست هاف هو التويتر. كيف بيلحقوكن وبتلحقون وكيف تفتحوا هالأكاونت؟ رح نتعرف فيه اليوم بوقتها مع مايا. عجل افتحي لي تويتر لما بدي اطلع على الفيسبوك. طب بالفعل يعني هلا صار كل العالم تحكي، يعني من وقتها بدرجه كمان من سنه او سنه وشوي اخذت الموضه ودرجه انحكى كثير، والسياسيين وخاصه الشيخ سعد كله رح نحكي عنه. شو وين بدك تبلشي؟ رح نبلش من الاول. تويتر، شو يعني تويتر؟ أوكي. يمكن في كثير من مشاهدينا بعضهم ما بيعرفوا شو تويتر، وهي اول مره بنحكي عنه بالتفاصيل بهالفقره. يعني نحن شفنا فيسبوك كموقع تواصل اجتماعي، تويتر كمان موقع تواصل اجتماعي بيسمح للعالم يحكوا مع بعضهم، يتواصلوا مع بعضهم، يفتحوا مواضيع، بس بغير طريقه. رح نشوف شو هو، شو هن مميزات تويتر، ليه هو بيختلف عن فيسبوك. اول شيء انت على تويتر بتعمل تويتس. تويتس يعني تغريدات. أوكي. مثل ما بنلاحظ اللوجو تبع تويتر هو عصفور، فالعالم بيحكوا مع بعضهم مثل عم بغردوا عم بزقزقوا، لانه بيحكوا بسرعه وكل العالم فيهم يحكوا مع بعضهم. أوكي. وعندهم ليميت 140 حرف حتى يقدروا يحكوا مع بعضهم. كل مسج ولا هيدا على السريع؟ كل تويت. كل تويت. يعني كيف بتحط على فيسبوك؟ شفنا بنحط ستيتس. على تويتر بنحط تويت. بس ما في برايفسي. في كمان برايفسي هلا بنوصلها. هي رسمه اول شيء تتحطكم شوي بالجو الادمان اللي معقول يصير على تويتر. يعني هون هيدي تشارت عم نشوف قبل ما نستعمل تويتر شو كنا نعمل اشياء مفيده وقد كنا نستعمل تويتر. وقت بلشنا نستعمله صار وقتنا كله على تويتر، لانه بتصير كثير هينه تقضي وقتك. يعني كل تعرف عن حالها موضوع، عن شو عم بيحكوا الناس، شو في اخر اخبار. يعني حتى الاخبار على تويتر اسرع من الاخبار على التي في، لانه اذا بسمع شيء صار دغري بفوت على تويتر بشوف اذا اشخاص على الساحه دغري مسكوا تليفونهم وعملوا تويت، لانه هيدا الشيء هلا بعده صاير جديد. فاذا تويتر بيستعملوا على اللابتوب بس كمان على التليفون، واكثر العالم بيستعملوا تويتر على التليفون لانه شوي مثل الواتساب او مثل المسجز. هو يعني تبعت مساجات قصار، مش انه فيك تحط صور، بس الاساس تبع تويتر هو مساجات قصار. بس بالنهار فيك تحطي 1000 مساج تبعتي قد ما بدك، بس كل مساج 140 كم تويت في بالنهار. نعم. بالعالم 340 مليون تويت. أوش. بالنهار كل يوم، هيدي معدل يعني. هو العالم قاعدين عم بيعملوا تويتنج. نعم. قصه ال 140 كاركتر انه إيه، لو بدنا يقدروا عم يحكوا مع بعضهم لا يقعدوا يحكوا كثير ولا كثير بسرعه. 140 كاركتر هو التويت، انه ما فيك تكثر حكي، مضطر تقول الشيء الضروري. 140 يعني شيء 10 اسطر؟ اقل، شيء 3 اسطر. 3 اسطر بيعمل 140؟ 140 كاركتر، يعني حتى النقطة بيحسبوا. كل شيء، يعني بدك تنتبه شو بدك تقول، بدك تقيسهم على القد. اوكي. وفي كلمات خلينا نتعلمهم شوي قبل ما نفوت نستعمل تويتر تنفهم كيف بيشتغل. هيدي الات اللي شفناها نحن قبل بالايميل، شفنا الايميل بيكون @gmail.com مثلا. هون غير طريقه عم نستعملها. هون @ يعني عم نرد على الشخص. يعني مثلا انا اذا بدي احكي معك على تويتر بقول لك @جوهويك، شو راح يكون تويتر الاكونت اللي راح تختاره. فهيدي الات هي الجواب، يعني حدا بيعمل تويت بدي رد له بعمل له ريبلاي @اسم الشخص. اوكي، هيدي كثير مهم نعرفها. شغله ثانيه مهم نعرفها هي ريتويت. شفنا تويت، ريتويت شو يعني؟ عم نرجع نعيد الشخص شيء اللي قاله شخص. يعني اذا انت قلت شيء عجبني على تويتر انا بدي اعيده من وراك، ما بسرقه منك، بعمل لك ريتويت. يعني انا عم برجع اعيد انت شو حكيت، عم بقول انه انت هيك قلت وشوفوا شو قال جو. بس بلكي بدي انسبه لإلي انا. ما فيك، هيدا عالم مفتوح للكل، عم يشوفوك وبيكمشوك. هلا قصه البرايفسي كثير مهمه، انه انت فيك تختار انه يكونوا التويتس برايفت، يعني ما حدا بيشوفهم الا يلي انت سمحت لهم يشوفوه. هيدي طريقه اذا حدا بده يعمل تويتنج مع اصحابه، مش انه بده يفوت بالحديث العالمي، بده يكون شيء شخصي، ساعتها بيعمل اوبشن انه يكون برايفت. اوكي، ما يعني بس هو الاشخاص اللي بيعملوا له يلي عامل لهم فولو بيقدروا يشوفوها. هاشتاج، هيدي العلامه مثل بتكون على التليفون، هيدي بنستعملها تنقول انه هيدا الموضوع عم نحكي عنه. مثلا هلا نحن رح نعمل تويتنج، رح نستعمل هاشتاج بوقتها. شو بيسمح لنا هالشي؟ بيسمح لنا نتابع حيلا حدا عمل تويت واستعمل كلمة بوقتها منلاقيه بكبسة. هاي الشغلة بتسمح لك تتابع مواضيع. يعني افترض وقتها صار في ساندي بأمريكا، هيدي العاصفة، بتفوت على هاشتاج
ساندي بتعرف العالم شو عم بيحكوا بكل العالم عن هالموضوع. اوكي. يعني حتى الصحفيين صاروا بيستعملوها تيعرفوا شو في بهالثانيه ريل تايم. وهلا رح نشوف قد ايه دغري بوقتها يعني. يعني عن جد شو بيقولوا الله يبارك بالعلم. وبالتطور. هلا كنت عم بتقول انت نلحق بعض، شو يعني نلحق بعض؟ ليه بنقول نلحق بعض بس نكون عم نحكي عن تويتر؟ لانه كيف ما بتعملوا اد فريند، نحن شفنا بفيسبوك بنعمل اد فريند او لايك، هون عندنا شيء اسمه فولو، يعني الحق. انا اذا بشوف الاكونت عندك حابه تابع شو عم بتقول بعمل فولو بلحقك، بصير كل شو ما عم تحكي انا لحقتك وبعرف شو عم بتقول. تابعك وبيبين عندي على التايم لاين. حتى لو انا ما بدي اخليك تشوفي وانت لحقتيني بقدر. كيف يعني اذا انت عملتي له فولو وانا بدي اعمل برايفسي ما بدي اخليك تشوفي؟ ساعتها انت بدك، اذا انت عامل برايفسي انت بدك تسمح لي او ما تسمح لي. أوكي. انت بتقرر شو ما بدك. تنطبق اللي هلا شفناه هون على السريع. يلا هون هيدي صفحه التويتر، بس ندخل على تويتر بدنا نعمل ساين ان مثل ما صرنا شايفين كذا مره. عندنا تويتس، هيدي الليست تعالم كلهم انا عملت لهم فولو. شو عم بيحكوا؟ فولو مثل اد كانه، يعني كانه اد بصير تبعهم. هون مثلا عندنا عالم الصباح، شو قايلين عالم الصباح؟ حاطين انه هلا رح تبلش فقره بوقتها مثلا. أوكي. هلا انا فيي اعمل لهم ريبلاي. هون اذا بكبس ريبلاي بيطلع لي اد عالم الصباح عم جاوبهم، بكتب لهم مثلا هلو تويتر وي ار لايف، عم نخبرهم انه هلا يلا بلشت الفقره. واذا عجبني شو عم بيقولوا فيي اعمل لهم ريتويت، مثل ما عم نشوف هلا كبسه ريتويت، يعني انا هلا بين لكل الناس اللي بيلحقوني التويت تبع عالم الصباح. اوكي. عرفت كيف؟ يعني بيسمح لك تشارك مع كل الفولورز اللي عندك اياهم تويت انت حبيته. وفيفرت كمان هيدا شيء شخصي، اذا انت عندك ليست احلى تويتس بتحبها. بس هذا كله مسجز وحكي، يعني ما في تنزلي صور، ما في هول كلهم مش هلا رجعوا زيدون بس منون كثير الاساس. مثلا هلا في حدا عم بيحكي مع عالم الصباح قال لهم هاي اي ام ذير شادي زيتونه عم بيحضرنا وحكي معنا على تويتر. يعني ليكوا لاي درجه فينا نتواصل مع جد كثير شادي، كثير بعيد عنا شادي وراكي. شادي مين يعني شادي؟ يعني شاف شادي عم يحضرنا وعم يطبخ وعم يعمل تويتنج من تليفونه كله مع بعض. يعني ليكوا لاي درجه فيكم تعملوا تويتنج من وين ما كنتوا، حتى انت ولايف على الهواء عم نعمل تويتنج. اوكي. في عنا تونيا، مين عم يحكي معنا عم بيحضرنا؟ في عالم عم بيحكوا مع جورج عضيمي عم بيحكي معنا. فهلا عم نشوف عم بيقول لنا لايف عم بيشوفكم. يعني ليك لاي درجه هلا عالم عم بيحضرونا دغري حكوا معنا. أوكي. بلا اتصالات بلا شيء دغري فتحنا صفحه تويتر شفنا شو عم بيحكوا معنا وانه عم يحضرونا. واذا عندكم شيء بتحبوا تقولوا لنا اياه هلا وقتها بعثوا لنا بوقتها بعثوا لنا تويت خلينا نشوفه. فهيك شفنا شوي كيف بيشتغل تويتر وجربنا سوا. يعني في صايره هي مثل شغل العالم الكومبيتيشن بتويتر، مين لحق اكثر، مين عنده اكثر عالم لحقته. خلينا نشوف هي القصص، يعني قديش عن جد بالفعل اخدم من وقت العالم. يعني ما بعرف بصير في نوع من كومبيتيشن، يعني مين عنده فولورز اكثر. لان شو يعني اذا عندك فولورز كثير؟ نعم يعني عندك شعبيه، في عالم بيحبوك. لازم نعملها هلا جاي الانتخابات بعد شوي، كل واحد نزع انتخابات لشوف قد ايه في عالم لحقته. اكيد هيدا بيدل قد ايه شخص عنده شعبيه. وخلينا نشوف هيدي ليست هون على الانترنت. بنشوف بلبنان مين اكثر 20 شخص عندهم فولورز. بنلاحظ اكثر شخص هي هيفا وهبي عندها 400,000 تقريبا فولوور، يلي هو رقم كثير كبير بالنسبه للعالم. بس عالميا انه ليدي جاجا 60 مليون. ليدي جاجا عندها 60 مليون. هلا عم نحكي نحن بمنطقه الشرق الاوسط كلها على بعضها فيها يمكن اقل من 60 مليون شخص. نعم. ف 400,000 مش قليل ابدا. نعم. بيرجع من بعدها الشيخ سعد حريري عنده تقريبا اكثر فوق ال 200,000 فولوور. نعم كانوا اكثر قبل، هو اكثر بيكون عم بيزيدوا دائما. نعم. يعني اوكي. وثالث شخص هو زافان الاعلامي كمان عنده تقريبا 50,000. لاحظت كيف دغري فرق؟ يعني أوكي. هلا نزلنا لل 50,000 اللي هي قصدي كانوا اقل بيزيدوا دائما بده يروحوا على زود. أكيد. آه. اوكي. يعني الا اذا المفروض يزيدوا دائما. نعم. بصيروا العالم يعرفوك اكثر. رابع زافان قد ايه عنده؟ عنده 50,000. 50,000 اوكي. بيرجع اليسا عندها عنده كمان تقريبا 60,000. بيرجع نجيب مئاتي عنده 70,000. يعني حاطين هودي عم نشوف انه شفنا عنا سياسيه، عنا فنانين، عنا اعلاميه. يعني تخيل قد ايه واسع. واذا بتنزل بعد بالليسته بتشوف عندك بلوجرز، اشخاص بيعملوا بلوجينج. يعني مين ما كان في يصير عنده شعبيه قويه. يعني هون ما بيسمح لك تعبر عن رايك ويصير عندك عالم عم بيتابعوك اكثر.
اوكي اوكي. هلا نحن عملنا ريبورتاج، هيدي يعني مش هينه هالارقام اللي هلا سمعناها، لانه مش كل العالم هلا بعدها بتستعمل تويتر، يعني بعدهم شوي ضمن الفيسبوك. بلبنان بعدهم اكثر على فيسبوك مزبوط. نعم. بس تويتر عم ببلش يزيد، واللي خلاه يزيد هو وقتها بلش يطلع بالاعلام، يعني اذا عم تحضر برنامج بيقولوا لك احكوا معنا على تويتر. صحيح. او حتى اشخاص معروفين صاروا يحكوا مع العالم اللي بيحبون على تويتر، هيدا الشيء بتصير انت عندك حشريه انه خليني اشوف شو تويتر، خليني فوت. صعب الواحد يفتح اكاونت تويتر؟ لا كثير سهل، بنرجع بنفوت اكثر بهالتفاصيل، يعني احنا شفنا كيف نفتح فيسبوك اكاونت. نعم. نفس الشيء حتى اسهل، بتفوت تعمل ساين اب، بنرجع بنحكي عنه اكثر بتفاصيل اكثر. خلينا نشوف ريبورتاج. هلا في شركات صاروا بيتخصصوا بهالشغله سوشيال ميديا، الموضوع كله بيتخصصوا وبيتابعوا بيعملوا ستاتستيك انه على تويتر كم شخص فيه، مين عنده شعبيه اكثر. وشفنا شخص اسمه ايمن عيتاني اللي هو عنده شركه يعني بعدها فريده من نوعها بالمنطقه بتعمل هالاشياء. خلينا نشوف شو خبرنا. يلا. هو تويتر بلش باخر ال 2000 بنص 2006، انا بلشت فيه بال 2007 وشوي شوي بتلاقي انه عدد الناس كان قليل عليه وكبر. في مثل على الانترنت بيقول انه فيسبوك عنده اصحابك يلي كانوا معك بالمدرسه، تويتر عندهم اصحابك يلي انت بتتمنى يكونوا كانوا معك بالمدرسه. اختصاصنا التواصل الاجتماعي ومنساعد الشركات تستعمل التواصل الاجتماعي كرمال المبيعات والتسويق وتتواصل مع الناس. يعني كل واحد منا عنده اهتماماته، يعني في ناس بيهمهم اكثر موضوع سياسي، في ناس بيهمهم موضوع تصوير، في منهم موضوع صحافي، منهم موضوع الفاشن والازياء، يعني كل واحد عنده اهتماماته. والحلو بتويتر انه انت شو اهتماماتك موجوده وفيك تتواصل مع ناس عنده نفس الاهتمامات. في كدراسات نحن عملنا كان دراسه بالسفاره البريطانيه عن بريتويك، هو اسبوع بريطانيا بلبنان، فهون نعمل دراسه كامله عن هالاسبوع كيف كان وكيف كانت الحركه عليه، وبين معنا شو هي المواضيع الناس عم تحكي فيها وكيف عم يتواصلوا وشو المواضيع عم بيحكوا عنها واي ايام وتفاصيلها كلها. بجون صار في حرب سوشيال ميديا بين نبر بنصار وبين مريم كلينك، فنحن يلي عملناه هو يعني صرنا نشوف شو عم يحكوا هن من خلال السوشيال ميديا. كان في ناس يلي معهم او ضدهم على السوشيال ميديا، فصار في نوع من حرب على تويتر وفيسبوك ويوتيوب وكله عم يجاوب بعضه هيك. على اساس نحن هون عملنا دراسه كامله على كيف هالتحركات عم تنعمل على تويتر وعلى فيسبوك، كيف زادت بفتره معينه، يعني شو المواضيع اللي حكى فيها وكيف خفت على اساسه، يعني لما يطلع الواحد على التي في كيف كانت تتحرك على السوشيال ميديا، وبالعكس كيف كانت تقبع على السوشيال ميديا وبعدين توصل على التلفزيون. اللي لفت لنا نظرنا انه السياسيين عم يستعملوا تويتر لحتى يتواصلوا مع الناس بطريقتهم الخاصه، مع انه عندهم هن امكانيات غير، يعني يا عندهم مؤسسات اعلاميه او بيمونوا على مؤسسات اعلاميه. نحن بنعمله هو نعمل تحليلات كامله على شو المواضيع اللي بيحكوا فيها، قديش منها سياسيه، قديش منها اجتماعيه، وحتى بالمواضيع السياسيه شو المواضيع اللي بيحكوا فيها، بالمواضيع الاجتماعيه شو مش المواضيع اللي بيحكوا فيها، مين اللي اكثر شيء عم يكون نشاطا على تويتر. يعني هيدي احصاءات ودراسات صارت حول التويتر، حول الفيسبوك، حول الامور كلها هيدي، يعني شغله اللي هي عن جد شغل الشاغل. في عالم عم يحكوا معنا هلا على التويتر، خلينا نشوف. كل شوي في كثير عالم عم يحضرونا. اوكي. في معنا بوب عم يحكينا، في معنا جو من باري من باريس عم يحضرنا. هاي جو، هاي بوب. وميراي بفاضل عم يحكوا معنا العالم هلا على تويتر. اذا بتفوتوا على تويتر على هاشتاج بوقتها بتشوفوا شو شو حلو. يعني لاحظنا هلا بربع ساعه قدرنا نحكي مع ما حدا بعت لي شي مساج. في شاف شادي عم يقول لك انه هو غيران مني، غيران مش منه. جديد يعني يعني نحن قاعدين سوا عم نحكي مع بعض هيك، وعم نحكي على تويتر، وعم يحكي معنا كمان المخرج. يعني صارت التكنولوجيا بتخوف انه تلغي امور ثانيه يعني بالحياه، عن جد قد ما صارت كاسحه العالم، فيروس وكل العالم فيها. بس منيح اذا كان عم يستعمل بشكل ايجابي وتواصلي افضل، ليش لا؟ بقلكم كمان تواصلوا معنا مش بس عبر هالشاشه، عبر الفيسبوك، عبر التويتر، وعبر الايميل. دائما نحن
بانتظار كل توقعاتهم وكل مداخلاتهم طبعا على البرنامج والمواضيع اللي بنطرحها. ثانك يو لك مايا، بنشوفك على رات ثلاثة القادم بموضوع جديد. ودي منك كمان لو بتخصصي لنا كيف نفتح التويتر لو كانت شغله سهله مثل الفيسبوك. لكل المشاهدين نحن وقفه بسيطه وبعدها بنعود مع الجمبلايا، وصفه جديده رح علمنا عليها شيف شادي برشه ملح. خليكم معنا.